نبتدي بأنه كم مرة أنت مضطر أنه تطلع عنوان مالتك أو توصف العنوان مالتك لشركة توصيل أو لضيف يجيك من غير مدينة؟ أريدكم تفكرون بالسؤال الآتي: كم كلمة تحتاج حتى توصف هذا العنوان مالتك، عنوان بيتك؟ أو إيش قد وقت تحتاج حتى تضمن أنه هذا الشخص يوصل للمكان المناسب، يعني يوصل لك للبيت؟ الإجابة على هذا السؤال راح نوضحها بنهاية هذه البرزنتيشن. القصة بدأت بهذا الموضوع، حتى نبدأ بالبرزنتيشن اليوم. القصة بدأت قبل 4 أو 5 سنين، شركة عراقية حاولت أنه تدخل البزنس مالت التوصيل للمنتجات الكهربائية، لكن وراء فترة اضطرت أنه تغلق هذا الجانب من البزنس، لأنه الوقت المصروف على التوصيل والمبلغ المصروف على الغاز والاتصالات والروحة والجاية كان أكثر مرات من سعر السلعة نفسها. كنت أنا مستشار تقني لهذه الشركة، فخطرت ببالي أنه أوجد تطبيق يخلي الإنسان ممكن أنه يرسل العنوان مالته بكلمة واحدة، برسالة واحدة. حتى أبني هذا التطبيق أحتاج أنه أعرف التاريخ مالت العنوان، يعني شلون بدأ العنوان، شلون الناس تسوي العنوان، شلون تحصل على العنوان، وشلون تستدل عليه. كالعادة كثير من العلوم من ترجع بها للتاريخ تلقاها وين أصلها؟ بلاد وادي الرافدين. من نقول بلاد وادي الرافدين راح يخطر ببالكم العجلة، تخطر ببالكم الكتابة، تخطر ببالكم الوقت اللي تكلم عليه أستاذ سيف. البابلين أو السومريين هم من قسموا الوقت إلى 60 ثانية وقسموا 24 ساعة وبها 60 دقيقة. كذلك هم أول من أوجدوا التنقل بالسفن، هذا مو بانيو. لكن من ضمن الاختراعات اللي جدا مهمة بالنسبة لنا لحديث اليوم، اللي هي الاختراع الأولي اللي هو طريقة الاستدلال على المكان، كانوا يتنقلون من مكان لمكان خاصة بالبحر باستخدام النجوم. ثانيا هم أول من رسم خريطة، خريطة بابل، ومثل ما تشوفوا هالكلمات لربما واضحة. هذا الكلام قبل 5500 سنة من اليوم كانت عندهم هاي المعدات، لكن راح نشوف شلون تطور التاريخ. حتى يتطور التاريخ هذا المفاهيم تقريبا ما تغيرت كثيرا حتى ما وصل الاسبانيين والغيرهم، لحد ما صارت الثوره الصناعيه الثانيه. الثوره الصناعيه الثانيه المعروفه بالماس برودكشن ريفوليوشن، اللي هي معامل كبيره تنتج سلع كثيره، وهذا السلع لازم توصل للزبائن، توصل للشركات، توصل للبيوت. فاحتاجوا الدول اللي عندها الثورة الصناعية الثانية، احتاجت أنه طريقة معينة توصل هاي البضائع بأسرع طريقة. فالعنوان بالطبيعي هو متكون من، طبعاً هاي الثورة الصناعية بالمعامل، العنوان بالطبيعي تتذكرون بالإعداديات كنا ندرس الرسالة. الرسالة شلون كانت متكونة؟ كانت متكونة من اسم الشارع، رقم الدار، هذا الرمز البريدي ضافته الثورة الصناعية الثانية. الرمز البريدي هو رمز مكون من أرقام أو حروف أو اثنيناتهم، يسهل لنا عملية الفرز وإرسال الطرود لمكاناتها. فلذلك كان مهم أنه يخترعون هذا الشيء. بعد اسم المدينة والمحافظة، هذا نفس المكان. وهذا الشيء صار انترناشنال، يعني أكو مؤسسة اسمها مؤسسة البريد العالمية تابعة لليو أن، هذه مسؤولة عن وضع الاستاندرات، ولازم أنه كل البلدان من تستخدم بريد لازم تستخدمه بهالهيكلية هاي، فممكن أنه تحط له اسم البلد بالأخير. شلون نحصل على العنوان؟ شلون تحصل على العنوان وشلون تستدل عليه؟ لأنه هذه هي أكبر مشكلة بأدنى. أكو مدرستين بالعالم، المدرسة الأولانية اللي معتمدة على الوصف المكاني أو الوصف الجغرافي،
بمعنى أنه تعتمد على الأسماء مات المدن والشوارع، والمدرسة الثانية تعتمد على الترقيم، أرقام فقط، أرقام تبدي من رقم للمحافظة، رقم للحي، رقم للقضاء وهكذا. فراح نشوف باختصار هذين المدرستين. المدرسة الأولانية اللي هي المدرسة البريطانية إذا صح التعبير، هذه خارطة واضحة. هذه الخارطة شنو المميز بهذه الخارطة؟ كل شارع من شوارعها شكو بداخله؟ أكو اسم. هذه من جنوب لندن، هذه الخارطة. كل شارع بريطانيا تقريباً الاسم ما تثابت من 1890، فأسماء ما تشوارع أوردي موجودة، أسماء المدن أصلاً موجودة. فلذلك من رادوا يطون رمز بريدي للمواطنين، سووا الرمز البريدي كما يلي: المحافظات اطوها كودات عبارة عن مختصر أحرف يجي من اسمها، مرات يجي من تسلسل بس. وراها خلنا نشوف احنا هسه مثلا هذا المحافظة بليموث، قسموا بليموث نفسها إلى زونز، مناطق، فتي آر 1 تي آر 2 تي آر 3 تي آر 4 كذلك. وقطوا وراها شنو؟ قطوا وراها ثلاث أحرف أو أحرف وأرقام تمثل رقم الشارع، لأنه اسم الشارع ثابت. هذه الطريقة البريطانية اللي معتمدة على أسماء المحافظات ومعتمدة على أسماء الشوارع. هذه مثلاً إذا صارت في مانشستر، ممكن اللي دارسين مانشستر يعرفون هذا الرمز مال مانشستر. المدرسة الثانية شنو؟ المدرسة الثانية تعطيكم انطباع هيك. شنو الملاحظة بهاي الخريطة؟ أولاً الأشكال مالتها مربعة، أو الأشكال مالتها هندسية، وهذه بالمدن الحديثة التأسيس وخاصة بأمريكا. ثانياً الشوارع مسمات بالأرقام، يعني الشارع الأول، الشارع الثاني، الشارع الثالث، الشارع الرابع. أوكي؟ فلذلك هم ما عندهم أسماء شوارع، عندهم يعني اسم الشارع هو رقمه، وهذا معرف يعني من تأسيس الشارع، من يأسسون الشارع هم يسموه هذا الشارع الثاني، هذا الشارع الثالث. وكذلك يعطون رقم للولاية. فالرمز البريدي الأمريكي راح يكون كالآتي: رقم الولاية، وراها بالطبيعي رقم شنو؟ رقم الشارع. بالألف وتسعمية وثلاثة وثمانين ضافوا أربع ديجيتات، لأنه هذا الرقم يمثل الشارع ما يمثل البيت، يمثل كل الشارع. فلازم يذكر ويا شنو؟ رقم دار، ولازم يكتب رقم شقة إذا هي بناية. لكن بهذا الرقم ضافوا له أربع أرقام، صار ممكن أنه يرمز للبيت نفسه. هاي وين؟ اللي يشوفون يعرفون هاي الجادرية، مو؟ شنو الواضح بالصورة؟ شنو المبين بالصورة؟ أكو أرقام للشوارع؟ أكو أسماء؟ أكو عندنا مشكلة، لكن إيش عندنا بمكانها؟ عندنا نقاط دالة، مو؟ عندنا نقاط دالة، مثلاً هاي باربي سنتر، وسيز مول، أويسيز مول، whatever، سيسبان. إذا عندنا نقاط دالة، ما عندنا أسماء للشوارع أو أرقام للشوارع. شلون تتوقعون إذا أريد ندز رسالة؟ أو إذا أريد نسوي ديليفري؟ إذا أدز الرسالة راح أدزها هيك، راح أدزها الحي الفلاني، الرئيس المجاور، وما أدري شنو، ذن السوالف، مو؟ إذا عزل بالأفران توصل الرسالة تتوقع؟ إذا شال من هالمكان؟ إذا مدرسة ماكو؟ يعني أكو مشاكل، أكو مشاكل تصير إذا اعتمدنا على هاي الصيغة. شلون نحلها؟ شلون نلقى حل لهذا الصيغه؟ انت حط ببالك اسماء شوارع ما عندنا، وصعب انه نسمي اسماء شوارع لانه يعني صعب تعطي كودات. اكو عندك بناء عشوائي، واكو عندك مناطق ما تقدر تعطيها كودات بسهوله. هذا الرقم
يمثل عدد البلدان من عدد بلدان العالم اللي مشكلتها نفس مشكلتنا. هذا شيء مبشر بالخير، يعني معناها مو مشكلتنا وحدنا، اكو 75% مشكلتهم من دول العالم مشكلتهم نفس مشكلتنا، وصفهم للعنوان بهالطريقه. وانه اول بوست كود رسمي صار بال 63، واحنا البوست كود مالتنا تاسس بالسبعينات، منتصف السبعينات، يعني احنا ما متاخرين هواي وممكن انه نصلح الوضع. لكن شلون نصلح الوضع؟ نصلح الوضع من خلال استخدام التكنولوجيا. هذا الموضوع اتطلب من أدي بحث لمدة سنة ونص، واستخدام المعرفة اللي يمتلكها بخصوص أمنية المعلومات وإدارة المؤسسات الحكومية حتى أوجد فد حل ثاني للمشكلة اللي نواجهها. الحل يتكون بشنو؟ أنه البوست كود مالتنا شلون نحصل عليه؟ شلون نحصل عليه بسهولة؟ وشلون نستدل عليه بسهولة؟ لأنه هو هذا يمثل الكي، يعني الرقم والدار والزقاق انت يعني مو بسهوله تحصل عليه ومو بسهوله تشاركه، وشلون تستدل عليه؟ ماكو في طريقه معينه تستدل عليه وين بالخارطه. فالحل كان موجود بمن؟ بالاحداثيات. الاحداثيات شنو هنا؟ الاحداثيات هي عباره عن خطوط طول وعرض ورقم توفر لك اياه 50 قمر صناعي موجودات حول الكره الارضيه، توفر لك اياها بشكل مجاني. شلون تحصلون على الاحداثيات؟ هسه انتم اذا تريدون تحصلون على الاحداثيات ايش تستخدمون؟ موبايل؟ اي موبايل حديث ايش راح يعطيك؟ تعرف الاحداثيات صح؟ واذا اعطيت الاحداثيات لاي موبايل حديث شو يسوي؟ يوديك لهذا المكان. لكن هذا يحل المشكله؟ خلينا نشوف. الأقمار الصناعية موجودة من نهاية السبعينات ومن بداية الثمانينات، اللي هي ذني الجلوناس والجي بي اس. الجي بي اس تابع للحكومة الأمريكية والجلوناس للحكومة الروسية، ودائما ذني يطنك قراءة ما دامك متصل بالأقمار الصناعية. دائما متصل على الأقل بثلاث أقمار تعطيك الإحداثيات مال مكانك، يعني خطوط الطول وخطوط العرض دائما ما دامك أنت فاتح الجي بي اس. زين، شلون شكل هالاحداثيات؟ هاي الاحداثيات، يعني لو نرجع على الزقاق والدار احسن مو؟ ليش؟ لانه اولا احداثيات طويله صارت الكاركتر اكثر ومعقده. ثانيا امكانيه الاشتباه عاليه، معناها اذا لسبب اذا غلطت برقم الواحد الرابع تسلسل الاربعه، يعني هذا الرقم واحد اذا غلطت به هذا يوخرك 5 كيلومتر عن الادريس اللي انت تريده. فلازم ما تغلط، لازم تحفظه. بعد صعب التداول، يعني حاول تحفظه بالله. حاول تطي صاحبك تقول له انا الادريس مالتي هذا دقيق صحيح راح يوصلك للمكان بس مو عملي. يشبه من هذا؟ هذا يشبه يعني قبيح، يعني هو كأنه معادله كيميائيه، كأنه ما فد لعشان هالورطه طبينا بها احنا مو؟ ايش وصلنا لي جاي؟ بالسكيورتي باعتبار اقتصاد السكيورتي اكو طرائق نستخدمها حتى نمثل نفس المعلومه بغير صيغه وعن طريق ضغطها بنفس المكان. هذه العمليه احنا نستخدم عمليه كومبريشن. هذه عمليه الكومبريشن راح نشرحها الان. هاي العمليه شو تسوي؟ هذه خارطه العراق، نقوم نقسمها الى مربعات، نعطي رمز لكل مربع. رمز لمن؟ للسنتر مالت الاحداثيات مال هذا المربع. نقدمه، ننزل خطوه للامام. مثلا خارطه بغداد راح تغطيها مجموعه مربعات. كم مربع راح تغطيها مثلا؟ 9 مربعات. كل مربع من هذه المربعات نعطيه رمز ثاني. بداخل هاي المربعات هماتين نقسمهن لحد ما نوصل لمربع طول الضلع مالته 10×10. اوكي؟ ونعطيه كود. هسه نبدا نعطيهم كود لكل مربع من كبيرهم الى صغيرهم بحيث يمثل لنا كود رمز معين. فيصير الكودات مالت المربعات الصغار بهالصيغه هاي. اذا الكود مالتنا شلون راح يصير؟
شلون راح نضغطه بالتنفيذ مالتنا؟ هذا الكود يمثل احداثيات. بعمليه الضغط ايش راح يصير؟ هذه الاحداثيات مالت المكان اللي التواقف به، هاي ما لها علاقه بمن؟ حي، بشارع، بعنوان. هذا يمثل انت المربع اللي واقف به، سواء كنت بالطرف، سواء كانت بالجانب، ما ادري شنو هذا المربع. هذا الكود شو يمثل؟ كليتي. بعد ما احتاج احط بالبزنس كارت مالت الكليه اللي تخرجت من عندها او الادريس اللي اريد اروح له، ما احتاج انه اكتب كل ذن العناوين اللي تفتر لها وما ادري شنو. كليه هندسه المعلومات جامعه النهرين 9M14L That's it. بس يدخلها بالسيستم هو راح يطلع له المكان وين بالضبط، احداثيات هذا المكان. اذا احنا شنو اللي سوينا؟ سوينا نظام سهل الحفظ، نظام يعتمد على الاحداثيات، ما نحتاج معلومات الشارع، ما نحتاج معلومات الحي، ما نحتاج معلومات ذن الامور. يميز بين المناطق المأهوله والغير مأهوله، يساعد على سهوله الفرز، يعني اول رقم راح يمثل المنطقه المعينه، كل البريد الموجه الى هذه المنطقه راح يتوجه هناك وهناك ينفرز، فهو يسمى مهيكل دقيق، دقيق جدا ومبني للمؤسسات. احنا اوريدي انجزنا بالتعاون مع التيم اللي يشتغل هي، سوينا تطبيق موبايل واطلقنا تطبيق للحاسبات واطلقنا خدمه API. يعني اي واحد مطور يقدر يطور هذا، يضمن هذه الخدمه بداخل التطبيق مالته ويستفاد من عندها.